هبدأ الأول بقلبي معاك، لأنه زي ما كنا بنتكلم قبل ما نبدأ الفقرة، حضرتك من غزة قلت لي أنا لم يبقى لي أحد في غزة، الكل استشهد. نعم، أنا فقدت الكثير من عائلتي وعائلة والدتي وعائلة زوجتي. وقد يكون صادما أن أقول لك الأسبوع الماضي والد زوجتي ووالدتها وأخواتها الثلاثة وأبنائهم وزوجاتهم سحقوا رحمة الله عليهم. هذا من الأسبوع. أما عائلة والدتي ووالدي فقط ما يعادل 50 منهم. الأسبوع الماضي عائلة زوجتي حوالي 36. تحدث عن أرقام، 86، وكل منهم له حياة وله مستقبل وله أحلام وله طموحات وله آفاق وله عالم بحد ذاته. هكذا